السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور إن موريتانيا تعيش أزمات متعددة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن الاستعداد لما سماه الحوار الجاد والمسؤول. وانتقد المنصور خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط خطاب الرئيس الموريتاني الأخير بمدينة النعمة قائلا إنه تضمن جملة من الإساءات وزعت بعدالة على عدد من الأطراف، مضيفا أنه في الصراع السياسي ينبغي أن يتحمل الكل مسؤولية ما يقول. دعت رئيسة حزب الوفاق من أجل الرفاه حوار فالة بنت مين المعارضة الموريتانية إلى الاعتذار للشعب عن تفسيرها لبعض مضامين خطاب الرئيس. واتهمت بنت مين خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط المعارضة الموريتانية بالسعي إلى إثارة الفتنة في المجتمع، مؤكدة أن الرئيس حريص على الوحدة والتماسك. بحث خبراء وناشطون في المجتمع المدني خلال ملتقى بنواكشوط موضوع المبادرة في شفافية المصادر البحرية. ويهدف الملتقى المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الموريتانية إلى التعريف بالمبادرة والنتائج المنتظرة منها، وكذا قابلية تطبيق الشفافية في قطاع الصيد البحري الموريتاني. احتج عدد من أساتذة التعليم العالي بنواكشوط مطالبين السلطات الموريتانية بالوفاء بالتزاماتها تجاههم والمتمثلة في زيادة 2015 وكذا اتفاق 2009. وندد المحتجون بما سموه عدم الإشراك في البرامج والاستراتيجيات المعلن عنها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.